كوكو الكبيدة ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم مزيان؟ واش كتعاودوا؟ نتمنى تكونوا في ظروف جيدة وفي أحوال جيدة وفي صحة جيدة إن شاء الله الرحمن الرحيم. الله يرزقنا ويرزقكم الصحة والسلامة إن شاء الله. اليوم الكبيدات في أكادير صبات شوية الشتا، والله إلا الأرض فاز كاع هانتوما. إوا حريودة، ها شنو لابسة حريودة؟ لابسة الجلابة براندة وهاد ديالها السلام ديالها، ياك ما عقلتش كاع الشتا شكون عطاها لينا. والله العظيم ما عقلت. المهم شكرا لك كبيدة، والله ما عقلت، كانت عطاتها ندى شحال هادي، راه دارت عليها ندى ستوري ودارتها في اليوتيوب وداكشي. دابا المهم غير تغدينا خوتي، قلت لماما يلا نخرجوا نمشيو لسوق الحد، لسوق الحد هنا في اكادير، قالك معروف هنايا سوق الحد من داك الترفيع، ومع اليوم الحد ومع اليوم الحد عامر. ايوا دابا ما مشاتش ماما نعست، اختي ولات الحمد لله كتحسن في الصحه ديالها اللهم لك الحمد. ايوا دابا خرجت انا وخالتي، خرجت غنمشي في الطاكسي، ما بغيتش نمشي في الطوموبيل على ود قالت لك تما في سوق الحد، عرفتي ما تلقايش فين تحطي رجلك، ما تلقايش فين تستاسيوني، ولا بغيتي تستاسيوني خاصك تمشي تستاسيوني وترجعي على رجلك شحال. صافي قلت لهم غنمشيو حنا غاديين على رجيلاتنا، انتما يا خوتي غادي على رجليا تنشوف شي طاكسي ونمشيو فيه ان شاء الله باذن الله. وبغيت نمشي تما لسوق الحد نيت نشوفو، ديجا مشينا ليه. ايوا نشوفوه، بغيت ناخذ املو كليت انا عند اختي مسوسه غزاله والله العظيم الا فنا. ايوا غنمشيو عند واحد السيد كياخذو منو، ايوا نتقداو هذيك البركه ديك املو، ونتقدا قالك واحد العسل ديال صحاب السكر خالي من السكر، واخا هو راه دختو عندهم عرفتي تينحر بالحلاوه، ولكن هو زوين خالي من السكر. نشريوه ونشوفو الا لقينا شي ما يتشرى نشريوه. ايوا واحد خالتي راها بعيده عليا ما كتبانش في الفلوغات. كضحكني ولكن كضحكني وحق الله العظيم ضحكني بزاف. ها انت مع الطاكسي. طاكسي يلا كبيدات خليكم معايا، الطاكسي ها هو احمر. كاينين شي بعدين قالوا لي حريوده تكذبي. كبيدات ديالي ها انتم اختي بنت كحله. ما عندهمش الضم مجهد. جات معاك السموريه. كبيدات انا دابا هنا في سوق الحد، كانت ساره كندور وكنتبرم كما كنقول لكم كنتفجر. جيت عند واحد هنايا عند واحد السيد كيبيع الزميطه كتعجبني انا، بعهدي الزميطه كنديروا ليها شويه المطايب وكنخلطوا المطايب مع الزبده والعسل ولا يديروا زيت العود ياك. ولكن السيد عطاني واحد الفكره واعره، قالوا لي الزميطه مع بيرلي كتولي اكتيف نهار كامل. نهار كامل كتولي غنخدم، ما نحسلها بسخفه لا بجوع لا والو. والله الا مزيانه والله العظيم بالله هذه نستافدوا منها. خديها من عندي انا كنديرها. الله يحفظك اخويا الله يحفظك. ايوا المهم الكبيدات خليكم معايا غنمشي كندور هنايا سوق، انتم كتشوفوا حيت ما يمكنش كل بلاصه كنمشي كنصور. المهم كندير لكم لقطات وصافي. ودابا انا خاصني كارت، خاصني املو. ايوا ندوقوا من عندهم املو، انا اصلا خاصني املو، ولكن عرفتي شنو بغيت؟ بغيت املو اللي تقطر ليا من هنا. انا مقطر من هنا ماشي تعطيني في السطل. قطرو قدام عينيك. قدام عينيك اللي عجبك. شحال كدير الليتر؟ هما كيمشي الليتر ولا الكيلو؟ الكيلو صح. فيه ارقان، شوف فيه 10 شحال. شرح عافاك باش يسمعوك حتى الناس. فيه ارقان وفيه اللوز. لا لا ما بغيتوش شكرا الله يحفظك. الله يكبر فيك. ايوا المهم الكبيدات انا راه محيت ساره قلت لكم كليت عند اختي هذيك املو مسوسة عرفتي غزاله من داك الشرف. دابا ندوقوا املو ديالو عاوتاني، الا عجبتني نديها، ما عجبتنيش ما نديهاش. الله يحفظك الله يكبر فيك. بغيتي نخلطو قدام ونخلطو الله يعجبك. لا تخلط قدام يدك خلطي. كي غدير ليه؟ راه ساهله انت كتشعل ليه. شحال قلتي لي شحال الكيلو؟ احسبوا لك 130 كان بها 140 درهم هاو الشيخ. في وهذا شنو فيه الزيت؟ يعطيكم مسوس هو اللي ما كيكونش فيه العسل، كيكون فيه غير ارقان واللوز. لا مسوس ما كيكونش حلو. اللوز؟ لا ما فيهش العسل. هذاك الشيء اللي قلت لك ما كيكونش فيه العسل. راه ندوق هذا مسوس.
انا بعدا الا ما كان زوين ما نديش منك. طبيعه الحال الناس باغي ياخذوا الحاجه اللي كتعجبهم. خديت منه من الخبيده البنق، حنا كنقولوا هذاك بنق. البنق؟ اه فهمتهما؟ الزميطه. كاين الزميطه باش معروفه. اه ولكن والله الا قلتي لي درتها لي في بالي. قلتي لها سير غرس غرس غرس. عيط لها عيط لها. هاكا. شنو هاكي دايره؟ خاطر. لا قلتي لي درتها لي في بالي. قلتي لها سير غرس غرس. عيط لها عيط لها. هاك شو هاكي دايره؟ خاطر. لا ما عندي الصراحه ما عنديش ما انا هي كليتها عند اختي والله العظيم ما عجبتني نقص غير نقص شويه راني بسم الله غزاله. انا راه قلت لك والله كون ما كانت عجبتني ما نديها وغنقول للناس انت راه ما عندكش ماكله مزيانه. هذا زوين. لا بركه زوين. شوف ندوق زعما. ذوقي شوف ماشي ديك الحلاوه عاوتاني كتعرفي حلو. فهمتي كيف ما كان عاوتاني حلو حلو ما كيعطيش ما كتحسش باللوغو ديال ارقام. هو راه حلو. هذا دلوز. هذا دلوز. وهذاك اللي عطيتيني هو باللوز. باللوز. غير ما فيهش العسل. هذا فيه اللوز والعسل وارقام. الصراحه الكبيده غزال والله العظيم وانا اصلا اللي جابني لسوق الحد هو جابني املو والله املو عرفتي شنو غدير ليا بسم الله هذا كنقدو حنا بيدينا هذا ديالي انا البراند ديالي انا كنعرفي باش عرفتي شنو هذا ديال الصبار هذا دابا شتي انا محيت البشره ديالي حساسه ما كان تخلطوا لك والصراحه ما فيهم هما بيو ما فيهم كاع لا ريحه هادو دابا علاش كنقول لك زوين حيت تشكروا عليهم وهذا اي حاجه مش هذا راه معروف هذا اييه هذا معروف والله الا معروف عندك وحيده كنغسل العسل العسل حقا فكرني سيد عطيني زيت وجي عندي وريحي انا وياك الله يكبر بك الله يحفظك كبر بك انا ماشي مشكل شكرا سي باقا هنا لا انا قريبا نمشي خاصني شوف خاصني العسل اللي ديال السكر سون سكر بالنسبه لي انا فيا السكر فهمتي غنمشي شبعانة من هنا هذا الدواء هذاك الحراريه حتى هذاك ديال الليمون هذا ديال الدواء هذا اللي حتى هذاك ديال الليمون عرفت علاش قلت لك ديال الليمون حلو بغيتي شي واحد شوف دابا واحد مكتوبه فيه سون سكر هو ديال القرعه الدجاج ماشي من هادو لا لا كنا واحد فاش كيديروا ها ولا في السكر طبيعي هذا ديال الحد ديالنا الليمون كاين السدر كاليتوس الربيع الدغموس هذاك الدغموس كيعاودوا عليه الناس الدغموس هذاك على اساس كذا هذاك الحرويه اعطيك شويه د الحرويه وكذا صبر عليه لا باقي ما عطاني ماشي دابا واحد شويه بشويه اما لا كيعطيك الحرويه في البلاصه ماشي دغموس بصح هذا سميتو اللي عطيتيني الدغموس معروف صحي ولكن بالنسبه للناس السكر ما انا عندي السكر المغاربه كلهم الحمد لله رجوله وكلهم حارين الحمد لله ولكن السواسه كيخافوا العائلات رجاله والله حتى كيخافوا انتم عاوتاني عندكم الطقوس ديالكم شكال ماشي بحالنا حنا انتم شنو شنو شلوح حنا حتى حنا شلوح ها لكن انتم باقيين تيديروا نقاب وداك الشيء لا بالنسبه للشباب دابا انت شاب واش نتوما الشباب راه وليت كنشوف انا البنات هنا الشباب ما دايرينش هذا الشيء ولا الشعورات اسيدي حتى لهنا وسراو الجين وكلشي يعني تطورات الوقت يعني حتى الشلوح دابا ولاو يتزوجوا ما بقاوش غيزمتوا عيالاتهم كيف كانوا لا باينه فيك انت سوسي قاصح انت سوسي لا لا خويا عندك جوج لا خويا واخا تكون سليفاتير ما نتزوجش ديال الحاج والله الا ضريف فوق الشوبي والله العظيم وهذا شنو هما هذا حبوب الليقاع مزال ما نعم زاف داكشي تغلط لا لا انا ما بغيتش نغلط لا 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 ما بغيتش نغلط انا كيخصني نبقى هكايا باش كنبان كيوت والكبيدات ديالي خليت لكم الراحه وتنحمق عليكم وندور شي شويه ندي من هذا السيد املو وندي ديك الزميطه ديالي وندي هذه ونشوف شنو كاين العسل والله الا بان ليا هذا كاين حر هنا
راسك. خايف منك. كنضحكوا لك بداتي. ايوا راه غيطلع في اليوتيوب. ديت هذاك المقطع نضحكوا. انا عندي واحد، انا عندي لي باكون. ايوا عندي واحد باكون ديال العميس. حيت حاجه عمك هذا مزيان الله يسخر الام. بغيتي شي حاجه دراوي؟ واخا يلا شي ريحه مزيانه ديال اللحم. ايه عندنا داك الشيء تيعطيونا فابور. عرفتي مزيانه هذوك التشتاشات اللي فيهم. وتنوض نمشيو للمحل ديالك. انا كنصوبو هذا انا. بصح كنصوبو كندير فيه شي خمسه دراوي. ايوا والمهم نمشيو نشوفو واتساب كبيدات. على فكره رانا غنخلص تقولو حري ودار دارت ليه الاشهار ولا هذا. انا ما درت ليه لا اشهار لا والو. انا غير كنضحك وكنبارطاجي مع الناس اي حاجه كنديرها كي زوينه كي هذا. راه غادي نحكي ديك بعدا عزيه ولا كنعرفها. صديقه بنتي صاحبه بنتي كنعرفها. دابا نشوفو انا ندخل عندك المحل ونشوف الشونتيه. يلا كنحمق عليكم وخليت لكم الراحه وجلاس هنا عند هذا مول الحانوت كندندن انا وياكم كنعطيكم الحديث ومن طول كنستافدوا شي شويه من هذا باش ها بولعيون. سبع بولعيون. تنوت عليكم كبيدات ديالي. من بعد ما ساليت من عند السيد جبت هذاك الشيء اللي بغيت ياكم. وانا دابا ثاني جيت عند السيد عمو هذاك الحاج اللي تقديت منه راه عمو هذا عنده هادشي ديال الروايح غزالين. وراه خدام كيخلط لي واحد الخلطه ديال الريحه ديال اللحم. ديال اللحم ديال المكفو ديال ماشي قال لك الحري ودا قال لك غير ديريها اللحم قال لك وتفكريني. دابا شنو سميتها الريحه اللي عطيتيني؟ عادي هذا سميتها فانتوم. فانتوم فانتوم ديالك. راه ما بينت لكش وجهك انا يا شاده غير اري يديك. ها انت هذا كثير طب كثير طب. ها انت ما يخربت كيف شميه دابا. واو عرفتي بحال اش الريحه دايره بحال الخوخ بحال الدلاح بحال انا شي تما. واو والله العظيم الله هذا بعد الدرب اللي غزاله والله العظيم الريحه غزاله. كبيدات سمحوا لي سمحوا لي جاني تليفون داكشي علاش. شنو قلتي لي هذا؟ هذا السيروم ديال الصبار. ديال الصبار شي حاجه طبيعيه ديالنا حنا ديال البلاد ديالكم. ديال المعصره ديالكم. تعاوني راه حنا تعاوني هنا. ايه انا زعما شفتها تعاوني. مزيان شحال كديروا دابا لهذا؟ هذا كيتباع 180 درهم غير هاد الشويه. دابا ماشي مشكل حتى في الفلوس خاص غير تكون شي حاجه مزيانه فهمتي. اذا هاد الشيء دابا ديال الجمعيه. هاد الشيء اللي عندك اش نقول لك؟ تيقولوا واحد تيقولوا واحد الصابونيه ديال ها هي ديال الحمار. هذا مزيانه حليب هو فيه صابون حليب كنسمع بها واش مزيانه. مزيانه اختي بصح اخويا شحال كدير هاد الصابونه؟ هادي هاد نورمالمون كنبيع على شي حسب عليك ب 10. الحاجه هو هادي اللي قلت لك صابون الحمار ديال الحليب ديال الحمار. هكبيده هاد الصابونيه هادي راه عرفتي راه كندارت بام وكنسمع بها واخا عندي البشره حساسه. لا واخا عندك اي بشره هذا ستوندار ديال فيه فيتامينات بي وبي 12 وسي. عندك هذا وهذا طبيعي حتى هذا حتى هو هذا ديال المعز. هو هذا دابا اللي طبيعي بحال هكا. هذا ديال المعز ولكن راه مصورين فيه الحمير حمار. لا لا الحمار إيه ولكن فيه المعز والحمار ماشي جوج الحمار. شوفوا شوفوا الكبيدات ياك هذا هو اللي مخلي لي هذا فيه المعز والحمار. هذا لا فيه انا الحمار فيه. راه قلتها لي كبيدات ديالي. من بعد ما دارت وتساريت دابا جيت هنا عند هذا السيد خديت شويه ديال التمر ديال التمر المجهول ياك. ها التمر الكبيدات ثم مالي الخير اللي خديت زعما الثمن مزيان والله الا ثمن مناسب. ايوا خدينا شويه القرقع هذا الشيء اللي كاين الكبيدات هذا الشيء اللي خديت. ايوا خليكم معايا الكبيدات وتنحمق عليكم. كبيدات ديالي من بعد ما ساليت هذه الحنينه هذا النقش الاول ياك. ها انتوما ها النقش الثاني ما تزربيش ما تزربيش. ها انتوما ها النقيشه الثانيه دونك ها هما يدياتي بجوج هاكا طلعي النقيقيشه النقاشه ديالنا ها هي
دابا الكبيدات غندير جيلاتي. يلا خليت لكم الراحه. الكبيدات ديالي من بعد ما درت وتساريت وبردت قلبي الكبيدات في المساريه ديال سوق الحد، ودابا جيت هنا النقاشه نقش يدياتي وواقيلا غنقش رجيلاتي. هانتوما الكبيدات، درت انا الحنه الكحله هي غتخرج في الكرونه. هانتوما هي الفريزات. والله اخوتي الا ما تشعيت لكم حنينه ومن بعد واحد البريريد بالنعناع واللويزه ايوا راك الفراشه. خليت لكم الراحه حتى نكمل. كبيدات دياولي شوفوا الحنينه بصحتي اختي وراحتي بصحتي. الحنينه تبارك الله وصلى على النبي والشتا كتصب قال لي الحناني والقلب الهاني. ها انتم الكبيدات على سعاد النقاشه تبارك الله عليك يا سعاد. يعطيك الخير بارك الله. امين كبيده الله يحفظك. ها انتم كتنقش لي الكبيدات تنقش لي حتى قالت لي اختي واش انت ماما ينادى حسي. متتبعه ديالنا حتى هي الله يحفظها ويحفظكم كاملين اخوتي. تعالوا تنقشوا مرحبا بكم. كبيدات ديالي من بعد ما ساليت اخوتي الحناني والقلب الهاني جيت نشرب الليمون. كبيدات ديالي ها انتما يا اختي النقش نقشت رجيلاتي يا اختي. ها انتما انتما يدياتي قال لي حزموني ورزموني وما تعولوش عليا. انتما الكبيدات عرفتي الكبيدات هزي لي اختي وجهي شوفوني فان ديالي عرفتي الكبيدات درتها بواحد نقيشه نتوما مالي الخير والله العظيم الا ما تشهيتها لكم. واحد الشتا كتصب ودرت واحد البانيول هي تما كتقطر هاد القطرات الشتا بهم باش غنغسل لي اليد ديالي من الحنه بالماء الشتا ان شاء الله الرحمن الرحيم. ايوا الكبيدات خليكم معايا وتنحماق عليكم ما تمشيو فين تنموت عليكم. بقات خالتي حاضياني حتى جاتني الضحك صوتكم. لاباس لاباس الله يكبر بكم الله يحفظك لاله يحفظك ربي يخليكم. هاجي تشوفوا الكبيدات وايه ايوا شتي هذاك الشيء اللي كاين. ها لا معليش معليش شكرا الله يكبر بك. ايوا زينا خوتي نشربوا واحد الكويز ديال الرمان نقادوا المجاج مع هاد الحناني. واختي فرحانه ما قاد لي حال. ايوا اختي نتسارى شي شويه ايوا باش غدا ان شاء الله بجد الله ندور الرواي الثاني. نموت فيكم. ها أه؟ ها ايه ها انتم شوفوا